الجزء الثاني من الوايت ماتر يا شباب على اللي هي الدي مايلينيتنج ديزيز، يعني المايلين اتكون بشكل سليم ماشي، بس حصل فيه مشكلة اكوايرد يعني، وهي اللي عملت لنا الايه الابنورمال تشينجز في الوايت ماتر. يبقى احنا قلنا الحاجات اللي هي الهيريديتري دي سميناها ليوكوديستروفي ماشي، ودي الحاجات اللي هي دي مايلينيتنج ديزيز. كل الحاجات دي ممكن تعمل ابنورمال ليجنز في الوايت ماتر، اشهرهم الاسكيميا، هي دي اشهر حاجه، الاثيروسكلروزس اللي احنا بنشوفه في الجماعه الكبار في السن اللي بنعمل لهم ام ار كل يوم وتلاقي فيه ابنورمال وايت ماتر خلاص. الجماعه اللي عندهم امايلويد انجيوباثي والديابيتس والهايبرتنشن، الانفلاميشن اشهر واحد فيهم اللي هو المالتيبل سكلروزس، ويليه بقى الفاسكولايتس والساركويد والكلام ده كله، بس ده طبعا على راسهم. الانفكشنز على راسهم الاتش اي في والبروجريسيف مالتي فوكال ليوكو انكيفالوباثي، والاتش اي في طبعا في العيانين اللي هم او عموما الاميونو كومبرومايزد بيبقى فيهم انفكشن. الحاجات الميتابوليك او التوكسين زي الكربون مونوكسيد انتوكسيكيشن، التروما، الحاجات الهيدريديتري مش عارف ايه، والنورمال اللي هو الروبن سبيسز، هنوري كل الكلام ده كله يا شباب. نبقى احنا عارفين ان اشهر حاجه بتعمل مشكله في الوايت ماتر خلاص بتعمل دي مايلينيشن هو الهايبوكسيا او الاسكيميا خلاص. الحاجه الانفلاماتوري الكومن اللي هو المالتيبل سكلروزس، الفيرال انفكشن الكومن اللي هو البروجريسيف مالتي فوكال ليوكونكفالوباثي والاتش اي في. هنتكلم على المالتيبل سكلروزس بشكل اساسي، ونبقى احنا عارفين ان ده عباره عن انفلاماتوري دي مايلينيتنج ديزيز. دي مايلينيتنج يعني حصل مايلينيشن وبعدين الديزيز ده عمل انفلاميشن في المايلين، وبقى عشان كده بدا تظهر الايه الكلينيكال مانيفيستاشن. هما بيشخصوه في كرايتيريا بتشخص الام اس اسمها ماكدونالدز كرايتيريا. الماكدونالدز كرايتيريا دي زي ما انتم شايفين كده بيقولوا ان هم عشان يشخصوا يبقى فيه تو اتاكس او اكتر من تو اتاكس وفيه تو ليجنز او اكتر. لو هم كده خلاص يبقى هم دول كافيين اربع حاجات اهم خلاص، كافيين اتنين واتنين كافيين انهم يشخصوا الام اس. لو في اتنين اتاكس وفيه ليجن واحد يبقى عايزين يطمنوا حاجة في الرنين، يشوفوا حاجة اسمها ديسيمينيشن ان سبيس وهنشوف الكلام ده. لو في اتاك واحدة وفي تو ليجنز برضو عايزين يطمنوا في حاجة بالرنين، حاجة اسمها ديسيمينيشن ان تايم. لو فيه وان اتاك وان ليجن خلاص بس عايزين يتأكدوا بحاجتين في الرنين، ديسيمينيشن ان سبيس اند تايم. يعني هم عايزين اربع حاجات خلاص عشان يشخصوا الام اس. طيب يعني السيناريوهات ايه؟ السيناريوهات ان هو بيبقى العيان يا اما متشخص ام اس وجاي لك عشان تعمل له رنين عشان انت هتعمل فولو اب بعد كده ماشي، او هو بوردر لاين وهم مش متاكدين من التشخيص، يعني في داتا من دول ناقصه وهو عايز يكمل الماكدونالدز كرايتيريا بحاجه من الرنين. يعني هو في الدايجنوزس بتاع الماكدونالدز في حاجات كلينيكال خلاص وفي حاجات في الرنين هو هيبقى عايز يكمل التشخيص بتاعه بيه. هما قالوا الاتاك يعني ايه بقى؟ الاتاكس دي بيعرفوها ازاي؟ اتاك يعني ايه؟ يعني حصل نيورولوجيكال ديستربنس لمده قعدت 24 ساعه خلاص ومفيش فيفر او انفكشن، فيقولوا ان دي اتاك خلاص. الوقت بين الاتاك والتانية حوالي شهر تقريبا خلاص عشان يتأكدوا ان دي ايه اتاك. لو عملوا سي اس اف العيانين دول بيشخصوهم بالاولي كلونال اي جي جي بانس، دي بتبقى موجودة في السي اس اف. يعني اللي انا عايز اقوله ان هو ده
ده الجزء الكلينيكال وده الجزء اللاب اللي هم بيشتغلوا عليه. ده تعريف الكلام اللي موجود جوه الجدول اللي انت بتشوفه ده، يعني ايه اتاك. خلاص طيب، يبقى احنا عندنا في النهاية الام اس، يبقى انت هتقول الكريتيريا كلها موجودة او ان هو بوسبل ام اس زي اللي انت شايفه ده كده، يعني انت عندك الكريتيريا دي خلاص وشخصت الام اس، او هو بوسبل ام اس وانت عايز تكمل بقى بالرنين خلاص، او هو ما هوش ام اس اصلا ماشي، ما فيش ولا كلينيكال ولا رنين. طيب يبقى انا عندي دلوقتي دي التفاصيل اللي احنا قلناها خلاص. نخلي بالنا ان الماكدونالدز كريتيريا دي فيري سبيسيفيك، يعني لازم تبقى انت عارف ان يا اما العيان جاي لك متشخص بام اس خلاص، يا اما انت هتكمل التشخيص بتاعه، وفي كل الاحوال ما ينفعش العيان ياخد اي علاج للام اس قبل ما يبقى فيه كومبليت او فاينل دايجنوز. فلما بيجي يعمل رنين خلاص، احنا بنبقى عايزين نشيل نعمل اكسكلوجن للحاجات اللي داخله في الديفرنشال دايجنوز في الام اس اللي احنا هنقولها بعد شويه، ونعمل نشوف الحاجات اللي هي اللي هتبان في الرنين، اللي هو حاجه اسمها ديسيمينيشن ان سبيس اند تايم. ده دورنا في الرنين عشان نوصل للايه، للدايجنوزس بتاع الام اس. يعني ايه ديسيمينيشن ان سبيس اللي احنا عمالين بنتكلم عليها دي، اللي احنا هندور عليها في الرنين، او ديسيمينيشن ان تايم يعني ايه؟ اهو ديسيمينيشن ان سبيس، يعني انت عندك بصيت في تي 2 في الوايت ماتر، لقيت اكتر من 1 ليجن في 2 ارياز من الارياز دول اللي الام اس بيحبهم خلاص. البيري فنتريكولار ريجون، الجاكستا كورتيكال اريا، الانفرا تنتوريال خلاص، والسباينال كورد. انفرا تنتوريال يعني حاجه في السيربيلم، حاجه في البرين ستيم. طيب ادي الديسيمينيشن ان سبيس اهو يا شباب، ده اختصار اللي احنا قلنا عليه. يبقى انت عندك تي 2 ليجن، ليجن واحد موجود في يعني ليجن او اكتر من ليجن موجود في على الاقل مكانين من دول ماشي يا شباب، ده بنسميها ديسيمينيشن ان سبيس. طيب والديسيمينيشن ان تايم هنرجع لها بعد شويه، ناخد بس الديسيمينيشن ان سبيس. يعني ايه؟ يعني ان سبيس ده يعني انت كنت شايف ليجن في مكان معين، والليجن ده بتاع ام اس، وبعدين جه في الفولو اب لقيت ليجن ظهر لك في مكان تاني، ده بنسميه سبيس، يعني مكان اخر في البرين ظهر فيه ام اس ليجن. اهو انا كان عندي ليجن هنا اهو الجاكستا كورتيكال اريا خلاص، وبعدين اهو وادي البيري فنتريكولار، ده الاول، دي الاماكن يا شباب اللي هو الام اس بيحبه، جاكستا كورتيكال بيري فنتريكولار الحتت اللي هي الباتشز البيضه دي خلاص، انفرا تنتوريال ممكن يجي في البدانكلز، وادي في السباينال كورد، دي الاماكن اللي هي الايه المفضله بتاعته. طيب نرجع تاني للديسيمينيشن ان سبيس. اهو يعني يعني انت عملت ام ار لقيت فيه ليجن هنا، وبعدين في الفولو اب لقيت فيه ليجنز يعني واحد او اكتر من واحد في تو ارياز من اللي احنا قلنا عليهم دول ظهروا جداد يا شباب، ده اللي احنا بنسميه ديسيمينيشن ان سبيس. طيب ديسيمينيشن ان تايم يعني ايه؟ تي 2 او حاجه يعني يا اما ليجن ظهر لك في التي 2 او واحد تاني خد صبغه في الفولو اب ماشي، وانت بتقارن مع الام ار اللي انت عامله في الاول خالص، يبقى انت في الاول خالص هتعمل
بيز لاين ام ار، وده اللي انت ايه اللي انت هتتابع بيه. خلاص ده الكلام ده امتى؟ ما احنا قلنا هو في الاول خالص هيجي لك متشخص ام اس بالكريتيريا، خلاص، وانت هتعمل له ام اس عشان بتاع ام ار عشان الفولو اب بعد كده. ادي واحد، يا اما هو الكريتيريا بتاعته مش كامله وهو بيدور بيسالك سؤال محدد ده ام اس ولا مش ام اس، خلاص. فانت بتبتدي تعمل بيز لاين ام ار، خلاص، وبعدين يا هتشخص بيه، خلاص، يعني ان انت تلاقي فيه ليجنز في الكاركترستيك لوكيشنز وتقول له اه ده ام اس، يا اما هتعمل فولو اب اخر عشان تشوف اللي هو الديسيمينيشن ان تايم والايه والسبيس. طيب ادي الديسيمينيشن ان تايم، يعني انت لقيت ايه، يعني في كونتراست او نون كونتراست انهانسد ليجن موجوده في التي 2، خلاص، او في نيو تي 2 او كونتراست ظهر في الايه في الفولو اب، خلاص، ايا كان الوقت بتاعه، يعني عملت الفولو اب بعد 3 شهور بعد 6 شهور او وات ايفر يعني، خلاص. طيب ده اللي احنا بنسميه ديسيمينيشن ان تايم. يبقى احنا عندنا الديسيمينيشن ان تايم، لقيت بعد ما عملت الام ار وعملت فولو اب، عندك بيز لاين ام ار وعملت له فولو اب، لقيت فيه ولقيت فيه نيو تي 2 ليجنز، خلاص، يبقى انت هتبقى محتاج بقى تراجع ايه، هتبقى محتاج تراجع البيز لاين ام ار. يبقى انت لازم يعني تعمل نفس التكنيك، تعمل تشتغل على نفس الماشين عشان الحاجات اللي انت كنت شايفها قبل الفولو اب هي اللي انت تقارن بيها في حاجه جدت ولا ما ولا لا. ده اول حاجه، ادي ديسيمينيشن ان تايم اهم يا شباب. انا كان عندي في الاول خالص واحده، ادي البيز لاين سكان ماشي، وبعدين لما جه في الفولو اب لقيت اتنين تانيين موجودين اهو، خلاص، وايت ماتر ارياز اوف هاي سيجنال، خلاص، في الديستريبيوشن بتاعه الام اس ماشي، وما كانوش موجودين. ده اسمه ديسيمينيشن ان تايم، خلاص، ده في الايه في الفولو اب. طيب ده ممكن يبقوا ما اخدوش صبغه، خلاص، لو انت حتى حقنت صبغه ممكن ما يبقوش حاجات هاي تي 2، خلاص، ممكن ياخدوا صبغه في الفولو اب نيو انهانسنج ليجن. اهو كان انت عندك ظهر لك واحد جديد هنا اهوت، خلاص، ما كانش موجود في البيز لاين سكان، فانت بتبتدي تقول ده يعني برضو من ضمن اللي هو الديسيمينيشن ان تايم. ممكن تلاقي اللي هو حاجات ما خدتش صبغه وحاجات واخده صبغه، اهو دي حاجه واخده صبغه اهيت ماشي، وفي حته تانية فصاي تانية اهي ما خدتش صبغه، خلاص، كل دي بنسميها ايه ديسيمينيشن ان تايم. ده اللي احنا بنبقى عايزين نبص عليه في الرنين عشان يعني لازم يبقى فيه مقارنه بين اللي فات والفحص الجديد اللي انت بتعمله عشان تقول له ايوه ده فيه نيو ليجنز ظهرت عندي، والنيو ليجنز دي في الديستريبيوشن بتاع الام اس، ودول عددهم مثلا 2 في المكان الفلاني، خلاص، لا ده فيه لما انا حقنت صبغه فيه ليجنز خدت صبغه ما كانتش موجوده قبل كده، خلاص، او 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 فيه ليجنز ما خدتش وفيه ليجنز خدت صبغه، خلاص، يبقى ده الاحتمالات اللي انت هتشوفها. كل ده بنسميها ديسيمينيشن ان تايم، يعني مع الوقت خلاص بتظهر ام اس ليجنز. طيب نيجي ده اللي هو الايه الديسيمينيشن ان تايم يا شباب. عشان كده الام ار قلنا مهم جدا، خلاص، هو اللي هيفصل لك في النهاية سواء في الأول خالص لما يجي لك وانت تشوف التيبيكال لوكيشنز والتيبيكال ليجنز بتاع الام اس في الأماكن بتاعتها، خلاص، تقول له أيوة ده ام اس، خلاص، وبعد كده هيبقى ده البيز لاين بتاع العيان، وبعد كده هو هم هيدي له تريتمنت ويجي له اكتيفيتيز وحاجات زي كده، هيرجع لك تاني عشان
تشوف في حاجة جدت ولا لا، ده اللي انت هتقارن بيه بعد كده. ماشي. التاني اللي هو راح له وهو مش عارف يشخص الاعراض اللي عند العيان دي، تشخص ام اس ولا لا، فبعته لك عشان تعمل له رنين عشان ترد عليه تقول له ده ام اس ولا لا. انت عشان ترد على السؤال ده خلاص عايز الحاجتين دول. خلاص هتعمل بيز لاين ام ار وتشوف الليجنز الموجوده دي هل هي في الديستريبيوشن وهي تشخص ام اس ولا لا، ده واحد. لو غير كده هتعمل فولو اب ماشي، وتشوف الحاجات اللي موجوده في البيز لاين دي، حاجه بتظهر في مكان تاني ده اللي احنا بنسميها ديسيمينيشن ان سبيس في مكان تاني في الوايت ماتر، او حاجه بتظهر ما كانتش موجوده قبل كده ده اللي احنا بنسميها ديسيمينيشن ان تايم. ماشي كده يا شباب. طيب ادي الاماكن بتاع الديستريبيوشن بتاع الام اس عشان نبقى احنا عارفين ان احنا هنشخصه ازاي. ادي التيبيكال لوكيشنز بتاعته، يجي في الكورباس كالوزم، يجي في التيمبورال لوبس، يجي في البرين ستيم وفي السيريبيلم، كل ده في الوايت ماتر بتاع الحاجات دي يا شباب، ويجي في السباينال كورد. ماشي. ودي اللوكيشنز بتاعته دي مهمة عشان هتفرق لنا من حاجات بعد كده احنا هنتلخبط فيها بعد شوية هنقول لكم عليه. ادي التيبيكال لوكيشنز بتاعته، ياخد التيمبورال لوب ماشي اللي هو اللي انت شايفينه ده من الحاجات المميزة، ياخد الجاكستا كورتيكال ليجن، جاكستا كورتيكال اللي هو تحت الكورتكس على طول، ادي الكورتكس اهو ده الحتة البيضة دي، ياخد الكورباس كالوزم اهو ماشي، وبعدين يبقى بيري فنتريكلر، وممكن يعني يتاتش الفنتريكل زي ما انت شايف كده. يبقى دي الاماكن بتاعته، تيمبورال لوب، جاكستا كورتيكال، في الكورباس كالوزم ماشي، وفي البيري فنتريكلر ريجن، دي الاماكن المميزه بتاعته. اما نيجي نقول جاكستا كورتيكال خلاص ما نقولش سب كورتيكال، لان انا عندي سب كورتيكال اللي هي المسافه ادي الكورتكس، كل المسافة دي اقدر اقول عليها سب كورتيكال خلاص، لكن هنا هو بياخد الجاكستا كورتيكال اريا دي ماست، المفروض ان هي يدوب تو تاتش يعني بتبقى ملامسة للكورتكس كده اهي الليجن ده ماشي، لكن ما نقولش ان هو سب كورتيكال. سب كورتيكال ده معناه يا اما من هنا ويا اما لغاية هنا. وفيه اللي هي السمول فيسل ديزيز اللي هي بتاع الاثيروسكلروزس والحاجات دي ممكن تيجي سب كورتيكال خلاص، لكن دي ده مكان اللي هو المحدد بتاعت الايه بتاع الام اس خلاص. ليه يا شباب؟ لان هو مشكله في الوايت ماتر اللي هي جايه لسه يا دوب خارجه من السيل بادز وهي هتكستند، فهو ده اللوكيشن بتاعها. يبقى ده اول مكان الجاكستا كورتيكال يا شباب ماشي. طيب اهو زي ما انت شايف كده الجاكستا كورتيكال عشان الحاجات دي هتبقى بيضة في التي 2 وعندنا شوية برضو الكورتكس بيبقى ابيض كده، فانت هتشوفها بصعوبة، فانت ممكن تعمل ماجنيفيكيشن بهذا الشكل كده خلاص. دي سبيسيفيك للام اس يا شباب، ده احنا بنتكلم لما انت تعمل فحص برين خلاص وعيان شاكك ان ده ام اس هتدور في ايه، ايه اللوكيشنز اللي انت هتدور على الابنورمال وايت ماتر باتشز فيها. التيمبرال لوب برضو نفس الكلام، الحاجات التانية ما تجيش في التيمبرال لوب، الفاسكولار والكلام. البيري فنتريكولار ريجون اهو اللي جنب الفنتريكل برضو نفس الكلام، بس ناخد بالنا ان ده بيعمل اوفويد ليجنز جاية بيربنديكولار كده على الفنتريكولار وول اهي الخطوط دي، ده بنسميها داوسون فايبرز، دي عبارة عن ايه اللي هو الفيسلز اللي جاية تعمل بنتريشن الفينيولز، هو بيجي يأفكت الايه الوول بتاعه. ممكن يبقى في البرين ستيم وفي السيريبيلم زي ما انت شايف كده خلاص، كل ده في الوايت ماتر بتاع البرين ستيم اند سيريبيلم، كل ده يا شباب دي الاماكن بتاعته. ادي الحتت اللي هي البيري فنتريكولر اللي احنا بنقول عليها خلاص، بتبقى جايه بيربنديكولار كده اهو ماشي اهو، اللي هي الليجنز دي، ودي من الحاجات المهمه جدا، ولما تيجي تكتب تقرير رنين وصفها كده خلاص، توصف ان هي فيه افويد ليجنز هاي سيجنال موجوده بيربنديكولار على الفنتريكولار وول،
لازم تكتب كده يا شباب خلاص، لان هي ده الحاجه الايه الكاركترستيك للايه للبيري فنتريكولار ليجنز بتاعه الايه الام اس. خلاص ممكن تبقى انهانسنج اهي، يعني الليجنز دي البيري فنتريكولار دي تاخد انهانسمنت، ودي تساعدك على الايه التشخيص اكتر. طيب لو جه في البرين ستيم، البرين ستيم يبقى بريفرال خلاص، جاي الباتشز بريفرال كده. السمول فيسل ديزيز يجي يعمل سنترال افكشن للبرين ستيم، لكن هو الباتشز بتاعه الايه الام اس بتبقى بريفرال بهذا الشكل يا شباب. لو جه في الكورد نفس الحكايه، يبقى بريفرال كده على الكورد يا شباب ماشي، وما ياخدش مساحه طويله قوي من الكورد، يعني الباتشز دي ما تاخدش يعني يعني لونج سيجمنت من الكورد. دي الاماكن يا شباب اهو. ويجي اكتر في السيرفايكال كورد، عشان كده وانت بتعمل رنين خلاص مش تعمل برين بس، لا تخلي الفني يعمل سيكونسز على الاقل بروتون للدنسيتي للسيرفايكال كورد، عشان تبص عليه في ليجنز ولا لا، لان دي من الحاجات اهي اللي هتساعدك في التشخيص، من الحاجات الدايجنوستيك اصلا مش هتساعد بس ماشي. يبقى انت لو لقيت سمول ليجنز هنا في الكورد، ولقيت في حاجات في السيربيلم او في البرين ستيم، ده فيري سجستيف للام اس، يبقى انت لقيت فيه ليجنز في مكانين اهم من الاماكن المفضله بتاعه الايه الام اس. خلاص تاني يا شباب، تبقى احنا يبقى انت عارف اللوكيشنز اللي انت هتدور عليها. دور في البيري فنتريكولار اريا، دور في الجاكستا كورتيكال اريا، دور في الحته بتاعه التيمبورال لوبس، دور في البرين ستيم، ودور في الايه في الكورد. دي الاماكن اللي انت هتبص عليها كويس جدا، وتبقى عارف ده الديستريبيوشن بتاعهم، وتبقى عارف شكل الليجنز اللي هتيجي في البيري فنتريكولار ريجون شكلها ايه. ساعات الام اس يبقى عامل زي تيوموفاكتيف، يعني بيبقى فيه زي سيستك، يعمل سيستك ليجنز ويبقى حواليه شويه اديما بس، وياخد مارجنال انهانسمنت بس، ما يبقاش كومبليت يعني ليه زي كومبليت وول كده. وده بيخلينا يعني ايه نقول ده دي ممكن تبقى ابسس او جليوما او كده يعني. طيب احنا بقى مأجلين اهوت الرنين، هنعمل ايه بالظبط خلاص عشان الشرح اللي احنا قلناه. يبقى انت دلوقتي ايه الانديكيشنز اللي انت هتعمل رنين في الحالات اللي زي كده؟ اول حاجه ما هوش يعني في حاجات سجستيف للام اس ماشي، وانت عايز تاكد الكلام ده بالديسيمينيشن ان سبيس اند تايم، يعني انت ما وصلتش للايه للفاينل دايجنوز. تاني حاجه عيان كلينيكالي متشخص ام اس ماشي، وجاي عشان انت تشوف الريسبونس بتاع الثيرابي وتعمل له البروجنوزس، يعني انت هتعمل له فولو اب بعد ما يدي له علاج، هتقول ده حصل ريجريشن في الباتشز اللي موجوده في المكان الفلاني، ده كان في المكان الفلاني في الفحص اللي فات كان في كذا باتش هنا، لا ده هم اختفوا دلوقتي، لا ده هو في بروجريشن، ده زادوا، ده حجمهم زادوا، لا ده ظهر نيو ليجنز، لا ده ما كانش في حاجه في الكورد المره اللي فاتت، المره دي في حاجه في الكورد. ده اللي انت تحدد البروجنوزس وايه، وده بيبقى هو جاي متشخص بالكرايتيريا، وانت بتعمل الكلام ده عشان انت هتعمل فولو اب بعد كده ماشي. اهو تشوف تيبيكال ليجنز، لو في ليجن في السباينال كورد برضو من الحاجات الديفرنشال دايجنوزس بتاع الليجنز اللي بتيجي في الكورد الام اس، لو في ليجن وما انتش عارف سببه ايه في الكورد، فبرضو هتضطر ان انت تعمل خلاص. ادي اللي احنا عايزين نعمله بالبروتوكول اهو يا شباب، اهم صور احنا عايزينها، عايزين نعمل فلير خلاص، لان هو ده يعني يعتبر السيكونس الاساسي اللي هيوري لك كل اللوكيشنز اللي احنا بنقول عليها دي يا شباب. خلي بالك في الفلير احنا بنطفي السيجنال اللي جايه من السي اس اف خلاص، وبما ان الديستريبيوشن بتاعه الام اس ليجنز معظمها موجوده بيري فنتريكولر وهي بيضه، وفي التي 2 السي اس اف ابيض، فما تقدرش ما يبقاش في كونتراست واضح بينهم قوي، لكن في الفلير
احنا عملنا نالنج للسيجنال بتاعت الفلويد اللي جاي من T2، فبقى عندي CSF اسود، والحاجات اللي هي الليجنز بتاع الام اس هتبقى بيضه، فهتظهر ببساطه وهتلقطها بسهوله شديده وتعرف شكلها خلاص. يبقى اول صوره تبص عليها يا شباب هي صوره الايه الفلير، دي اهم صوره في الايه في الكلام. وفي حاجه ان هم بيعملوا يعني دبل انفيرشن ريكفري، يعني برضو يعني يعملوا مور انهانسمنت للصوره، يعني عشان عرفوا ان الفلير بي 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 بيشخص كويس او هي احسن صوره. بداوا يعني زي حاجات اديشنال سيكونس عاملينها في الرنين، وفي يحقنوا صبغه في الفلير عشان برضو عشان الباك جراوند بتاع الصوره في الفلير بيبقى، او الصوره بتبقى فيري كلير او الليجنز بتبقى واضحه قوي. فهو ده الاساسي عندنا يا شباب. ماشي، ممكن نعمل بروتون وممكن نعمل كونتراست تي 1 طبعا وتي 2 وتي 1 وذ كونتراست، لكن ممكن تعمل برضو الفلير وذ ايه وذ كونتراست. خلاص دي الحاجات اللي انت هتعملها. بيقولوا لما تحقن صبغه يعني ايه اتاخر شويه على تصوير العيان على ما الليجنز دي تبقى انهانسد. وده يعني بيقول برضو وانت بتعمل بوزيشننج العيان حاول ان انت يعني تعمل لوكاليزيشن عشان الخطوط بتاعتك تبقى تجيب الحاجات بتاع الوايت ماتر، يعني تجيب الكوربس كالوزم بشكل مظبوط يبقى واضح كويس في الصور اللي انت بتعمل. خلاص طيب، يبقى احنا عندنا تعمل بقى ساجيتال، تعمل كورونال، تعمل اكزيال، لكن هي دي الحاجات اللي احنا قلنا عليها يا شباب. طيب نعمل حاجه في الكورد بالمره لما يبقى فيه واحد انت شاكك ان ده ام اس، او الدكتور بعته شاكك ان هو ام اس. ما ينفعش نعمل برين بس يا شباب، لان انا عندي السيرفايكال كورد الليجنز اللي فيه من الحاجات اللي بتميز الام اس، وبالتالي تقول للفني على الاقل ياخد سيكونس واحد للسيرفايكال كورد عشان تشوفه بوضوح. ويعني البروتون دنسيتي هو اللي بيبقى يعني مدي الصوره جري شويه للكورد، فممكن تشوف لو فيه ليجنز فيه ممكن تشوفها بشكل سليم. اما تيجي تعمل ريبورتنج للام اس اهو يقول لك لو عيان سسبكتد ان هو ام اس والام ار بيقول لك ان ده ام اس، ماشي ما تحطش بقى في الدياجنوزس ما تقولش ده ممكن يكون ام اس او كذا او كذا او كذا، ما ينفعش. خلاص انت عندك داتا اللي احنا قلناها دي، لان احنا عندنا ديزيز محدد في اماكن محدده، سواء انت عملت له بقى بيز لاين ام ار او انت بتعمل له فولو اب، الداتا بتاعتك واضحه، ما ينفعش ان انت تحط له ديفرنشال دياجنوز. يعني ما ينفعش تقول ده ممكن يكون سمول فيسل ديزيز، ده ممكن يكون مش عارف ايه. خلاص ما ينفعش، لان هو مستني بناء على الدياجنوزس اللي انت هتقوله ان هو هيبدا معاه التريتمنت. خلاص طيب لو انت عندك برضو العيان مش سسبكتد كلينيكالي ان هو ام اس والام ار خلاص بيشخص حاجات تانية، يعني بيقول لك بوسيبيليتي حاجات تانية غير الام اس، ما تحطش الام اس معاهم. خلاص يعني انت في النهاية ما تكتبش الدياجنوزس بتاع الام اس، الام اس ده لازم تقول في الكونكلوجن كده ان الفيتشرز دي يعني دياجنوستيك اوف ام اس. خلاص يعني ما ينفعش ان انت ايه لو ما انتش متأكد ما تكتبوش، ما تحطوش في ديفرنشال دياجنوز. لو انت اتاكدت منه برضو ما تحطش بوسيبيليتي تانية معاه. خلاص يا شباب ده الام اس باختصار شديد. الحاجة التانية اللي احنا اللي هو الاثيروسكلوروتيك ديزيز او الفاسكولار ديزيز اللي بتحصل في الوايت ماتر، ودي ممكن تيجي في الكوربس كالوزم، ودي نوع من انواع الاسكيميا بتبقى عبارة عن لاكنر انفاركتس نتيجة سكلوروزس في السمول ارتريز، او تبقى في الووتر شيد انفاركتس، يعني في حته حصل هايبوتنشن او يعني راح لها البلاد سبلاي بشكل ضعيف فيبتدي يحصل فيها انفاركشن. الحتت دي عشان هي دي طبعا احنا بنسميها الووتر شيد اريا،
خلاص، اللي هي بعيده، اللي على ما البلاد يروح لها بيكون الارتر يتفرع كذا حاجه وتبقى دي النهايه بتاعته، فبيبقى ماشي فيه اقل كميه من الدم، فلو حصل اي حاجه هي دي اكتر اماكن بتتاثر ويحصل فيها لاكنر انفاركت ماشي، او ووتر شيد انفاركت. فاحنا بنلاقي في الوايت ماتر اللي هي الحته دي البيري فنتريكولر تحديدا، خلاص تلاقي فيه برضو ابنورمال باتشز اوف ابنورمال سيجنال بالظبط كده ماشي، وتلخبطك تقول لك بقى ده ايه، ده ممكن يكون ام اس ولا. طبعا الكلام ده احنا بنشوفه كل يوم، يعني ده اللي هو مور كومن طبعا ب1000 مره عن الام اس يا شباب اللي احنا بنتكلم عليه الفاسكولار ديزيز ده. ده طبعا اي واحد اولد ايج وانت بتعمل له برين ام ار هتشوف الكلام ده اللي احنا بنسميه سمول فيسل ديزيز ماشي. لو انت لقيت الحاجات دي انسيدنتال كده، عيان ما بيشتكيش من حاجه، ما تقعدش تجيب تلبسه في مالتيبل سكلوروزس، هو ما بيشتكيش من حاجه اصلا ماشي. طبعا في الجماعه الاولد ايج، الجماعه اللي عندهم هايبرتنشن، اللي عندهم اثر سكلوروز، اللي عندهم دايبيتس، كل دول يعني عندهم بوسيبيليتي للايه، للسمول فيسل ديزيز. قلنا من شويه السمول فيسل ديزيز لما بيجي اهو بيري فنتريكولر خلاص، بس خلي بالك بقى شايف البيري فنتريكولر ايه، لا هو مش عارف بيربنديكولر ولا فيه مش عارف ايه ولا الكلام ده، يعني الشكل بتاع البيري فنتريكولر ليجنز هنا مختلف عن الام اس. الحاجه الثانيه ممكن يجي برضو في البرين ستيم ويجي سنترال بهذا الشكل، لكن الام اس يجي بريفرال باتشز بالمنظر ده. طيب بس كده، يبقى احنا عندنا دلوقتي يعني سهل خالص ان انت تفرق اذا كانت الحاجات اللي موجوده قدامك ده سمول فيسل ديزيز او بتاع ام اس. اول حاجه كلينيكال داتا، ده عيان الدكتور بتاعه ما هو ما بيشتكيش من حاجه، ده جاي بيقول لك انا عندي صداع وعندي مش عارف، انما دوكا لا، ده دوكا ليه كلينيكال داتا كريتيريا هو بيشخص بيها. تاني حاجة الايدج بتاع العيان، ام اس ده يعني مش بتاع الاولد ايدج خلاص، دول عيانين كلهم اولد ايدج وعندهم دايبيتس وعندهم هايبرتنشن وعندهم اثيروسكلوروزس و و والكلام خلاص. ادي تاني حاجة، ده من قبل ما انت تعمل اي فحص. طيب لما انت تعمل برين وتلاقي فيه بيري فنتريكولار ليجنز، مش هي نفس الشكل بتاع الام اس خلاص. طيب لقيت حاجات سب كورتيكال لكن مش جاكستا كورتيكال خلاص، زي ما قلنا ماشي. البيري فنتريكولار ليجن ماش بيربنديكولار، الانهانسمنت خلاص، الام اس هي اللي بتاخد صبغه، دول ما بياخدوش صبغه، ده دي سمول انفاركتس خلاص يا شباب. كل دي تميز لك الكورد هنا ملوش علاقه بالموضوع خلاص، لكن انت عندك هناك السباينال كورد من الاماكن اللي ممكن تشوف فيها ام اس ليجن، وبالتالي هو ما فيش لخبطه فيهم خالص الا اذا انت شايل من دماغك حكايه الام اس او مش عارف يعني ايه ام اس خلاص. وبرضه في النهايه ما ينفعش ان انت تحط بوسيبيليتيز بقى بالشكل ده، ما ينفعش تقول ده سمول فيسل ديزيز او ام اس زي ما قلنا. الجماعه برضو اللي هم الكبار في السن عندهم برضو شويه حاجات كده ممكن يظهروا في البرين، احنا بنسميها النورمال ايجنج بيري فنتريكولار كابس بانز، بتبقى موجوده زي ما انت شايف كده حتت او هاي سيجنال حوالين الفنتريكولار وول بهذا الشكل، وممكن طبعا بما ان دول اولد ايج هتلاقي برضو في شويه بيري فنتريكولار فوساي كده، وممكن في حاجات منهم سب كورتيكال. شايف السب كورتيكال دول اللي احنا بنسميهم سب كورتيكال خلاص، مش جاكستا كورتيكال. جاكستا كورتيكال يعني هنا كده خلاص، اهم دول سب كورتيكال ديستريبيوشن، عشان كده بنقول لك بلاش تستخدم كلمه سب كورتيكال دي. وعندي في بيري فنتريكولار فوساي اهم، وده كده الحتت اللي هي الهاي سيجنال دي بنسميها دي حاجات نورمال ايجنج، يعني لما تشوفها برضو عادي خالص ما فيش فيها مشكله خلاص. ساعات تلاقيها بسيطة كده ماشي، وساعات تلاقيها زايدة، وكل ما تزيد تلاقي الحاجات اللي هي البيري فنتريكولار فوساي اللي هي تعتبر اسكيميك فوساي ماشي،
الهاي سيجنال دي كلها تلاقيها كترت، ويعني بيقسموها درجات كده، مش مشكلة يعني. المهم ان احنا بنقول لك بس الحاجات اللي هي ممكن تلخبطك في الايه، في الام اس. طيب في ديزيز تاني اسمه اكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، خلاص ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتدخل في الديفرنشيال مع الام اس. خلاص ده مونوفيزيك ديزيز، يعني بيحصل وبعدين يعني يا اما يتعالج ويقف، يا اما يعني مش زي الام اس رايح جاي وهكذا. ده بيحصل دايما في الاطفال اللي بعد الانفكشن او خدوا فاكسينيشن، ودي الاماكن بتاعتهم يا شباب. خلاص يجي السوبرا والانفراتنتوريال، وممكن ياخدوا سبرا، يعني يجي فوق كده في البرين في الحتة بتاعت البيزال جانجليا في السالاموس، ماشي، وممكن يجي تحت في البرين ستيم. بس ده الاماكن في المكان المفضل ليه يا شباب، في الجري ماتر. ده بياخد بقى جري ماتر اهو، خلاص، وياخد اهو زي ما احنا شايفين كده الباتشز اللي هي موجودة دي، وياخد الجزء بتاع البيزا الجانجليا والسلاماي اهو، ماشي. ده يعني ده ما اعتقدش ان احنا هنتلخبط فيه خالص مع الام اس. وبالتالي انت كلينيكالي ده مالتي فيزيك بيجي ويروح، ده مونو فيزيك. الام ار خلاص ده الفايبرز اللي هو الحاجات اللي هي بتيجي في البيري فنتريكولار ريجون اللي بتبقى بيري بيربنديكولار، بتيجي جاكستا كورتيكال خلاص. ممكن تشوف نيو ليجنز، لكن هنا طبعا لو عملت له فول اب يعني بيحصل ريزوليوشن، او يعني ما فيش طبعا الهيستوري خلاص ان ده طفل صغير وده كان واخد فاكسينيشن او فيه بوست انفكشن. ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتدخل في احنا عمالين بنقول من الليستة اللي احنا قلناها في الاول خالص، عمالين بنقول الحاجات المهمة بس يا شباب. الفيركاو روبن سبيسز دي حاجات سبيسز مليانة سي اس اف حوالين الليبتومينينجيال فيسلز، وبنشوفها دايما في منطقة البيزال جانجليا، وبالتالي هتلاقيها سودة في التي 1 وبيضة في التي 2. برضو ما تتخضش منها وتفتكر ان دي يعني حاجة خلاص، او ان هي يعني بتشخص حاجة. حاجات البيضة دي كلها ماشي دي عبارة عن شوية سي سي اف حوالين فيسلز، برضو ما نتلخبطش فيها في حاجة. الساركويدوزس ساعات يعمل ليجنز جايه في البيري فنتريكولار لوكيشنز، واخده شكل اللي هو الداوسن فينجرز بتاعه الام اس، لانه هو الساركويد ده بيعمل انفلاميشن في السبيسز اللي احنا قلنا عليها، السي سي اف سبيسز اللي هي البنتريتنج سبيسز دي، وهو ده اللي بيدي الشكل البيربنديكولار خلاص بتاعه الايه الساركويد، خلاص الليجنز اللي هي موجوده في الساركويد. بس ناخد بالنا الساركويد احنا قلنا في الانفكشن يا شباب، وقلناه لما كنا بنقول احد الديفرنشال دايجنوزس، كنا بنقول ان هيحصل فيه ليبتومينينجيال انهانسمنت خلاص، وهيبقى فيه بتاع انهانسمنت في الليجنز موجوده تحديدا في البيزال جانجلي. ودي الحاجه اللي هي بتفصل الساركويد يعني بعيد عن البيري فنتريكولار لوكيشنز. طبعا غير الكلينيكال، غير حاجات كتيره قوي، غير ان الساركويد عشان انت تشوفه في عين عن الساركويد اصلا، ماشي، مش حاجه كده ايزوليت. في حاجه اسمها اللايم ديزيز، ده برضو بيبقى فيه سكين راش وبعد كده بيظهر يعني وايت ماتر changes زي ما احنا شايفين كده، هاي سيجنال موجوده، ممكن تبقى في البيري فنتريكولار ريجون، بس ده من الهيستوري هيقول لنا ان هو يعني البتاع فيه يعني اكسبوز لل
اللي هو البتاع اللي هي السبايروكيت دي، يعني في انسكت بايت. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي هو بروجريسيف مالتي فوكال ليوكونكيفالوباسي، ده دي مايلينيتنج ديزيز، ده بيحصل في الجماعه الاميونو كومبرومايزد، وممكن تلاقيه واخد الشكل الحته اليو فايبرز اللي هي في الكورتيكال جراي ماتر. يعني دي الحاجات اللي هي المميزه ليه، ودي اللي هي اللوكيشنز. يعني انتوا شايفين كل الديزيزز اللي احنا عمالين نعدي عليها، ما فيش حاجه يعني تخليك تتلخبط قوي مع الام اس. ماشي. الاتش اي في ده بيعمل طبعا برين اتروفي، بيعمل وايت ماتر بيري فنتريكولر ليجنز، بس ده في ايه، في عيان ايدز يا شباب. يعني انت عارف وعارف ان دي اتروفيك تشينجز، وعارف ان الحاجات اللي هي الوايت ماتر تشينجز. اخر حاجه يعني احنا بنقول دي الباتشي ليجنز، ممكن تبقى فاسكولار. يعني انت بص عليها بقى كده، ادي الفاسكولار، ادي البيري فنتريكولر، وممكن تبقى عامله اللي هي الكابس اللي حوالين الفنتريكولر وول، وممكن تبقى كتيره بهذا الشكل كده. خلاص ده الام اس بيبقى جاي بيربنديكولر زي ما انت شايف كده، ويبقى جاكستا كورتيكال. خلاص ويبقى انفرا تنتوريال. ادي الادم خلاص بيجي في السلامس والحته بتاعت البيزال جانجليا. ماشي برضو دي من الاماكن بتاعته، وياخد الكورتكس خلاص زي ما انت شايف كده. خلاص بروجريسيف مالتي فوكال ليوكونكفالوباسي، يجي برضو بيري فنتريكولر. الروبن سبيسز بتبقى حوالين الفنتريكولر سيستم في الجماعه، يعني والمكان بتاع البيزال جانجليا. التيوبرا سكلوروزس ده حاجة تانية خالص، ده سب كورتيكال وبتبقى وايت ماتر باتشز، ومعاه الحاجات بتاعت التيوبرا سكلوروزس اللي قلناها. ساركويد ممكن هو الوحيد اللي يعمل باتشز بيري فنتريكولر، وتبقى بيربنديكولر هنا على الوول، بس ليه ليبتومنينجيال انهانسمنت، وليه قصة تانية، ويجي في البيزال جانجليا، وهو اساسا فيه ساركويدوزس في اماكن تانية وهكذا. ديفيوز اكسونال انجري ده العيان اللي هو بيبقى بوست تروماتيك، وبعدين اهو الحتت اللي هي البيضة دي كلها بتبقى حتت اوف هاي سيجنال، ونعمل له سي تي يطلع نورمال، وبعدين يبقى العيان عنده كلينيكال مانيفستيشنز ان هو كوماتوز او كده، وبعدين نعمل رنين نلاقي فيه ديفيوز اكسونال انجري. ودي اللي هي من الكومنست ليجنز اللي بتحصل بوست تروماتيك، يعني الاكسونز التروما جت في الاكسونز، وطبعا دي عباره عن وايت ماتر ليجنز. خلاص اهو، يبقى انت عندك دلوقتي اللي هي الباتشي ليجن القادم قلناه، وقلنا الكلينيكال بتاعه، قلنا ان هو مونوفيزيك، وقلنا ان هو بوست فاكسينيشن، وقلنا بيحصل في الاطفال. اللايم ده بيشنت وذ سكين راش، وفي انفلونزا مش عارف ايه، وفي هاي سيجنال. والساركويد في ديستريبيوشن بتاع الليجن، وفي الليبتومنينجيال انهانسمنت، وده عيان ساركويد. بروجريسيف مالتي فوكال ليوكونكفالوباسي ده عيان اميونو كومبرومايز، والليجنز بتاعته ملهاش علاقه بالام اس. السمول فيسل ديزيز خلاص دي موجوده في الديب وايت ماتر، ملهاش علاقه بالكورد، الجماعه الكبار في السن، ما هياش بيربنديكولار. حاجات كتيره قوي. ماشي، ما هي جاكستا كورتيكال، ممكن تبقى سب كورتيكال لكن مش جاكستا كورتيكال. خلاص دي برضو الحاجات اللي هي المالتيبل انهانسنج ليجنز، ميتاستاسيز، فاركتس، الام اس، الادم. بس كل ده الديستريبيوشن يا شباب هو يطلعنا من القصه دي كلها. خلاص بيس ديزيز ده برين ستيم ليجنز، ميتاستاسيز بتبقى فيها برين اديما عنيفه، الحاجات الفاسكولايتس البيست والسيستميك لوبس. يعني
مش عايزين ان احنا يعني ايه نوسع الامور اكتر من كده. احنا يهمنا في الكلام ده كله يا شباب تبقوا انتوا عارفين الام اس التشخيص بتاعه. ماشي، نوريكوا حالة بس كده. ابلايد يا محمد، تعالى بس افتح لي الحالة دي كده. حد عايز يسأل عن حاجة يا شباب؟ هو كان فاتحها هنا، شوفوا شوف من تحت كده فاتحها على ايه. ايوه هم دول. افتح اول حالة دي كده. لا لا لا، افتحها من بره. هات لي الفلير كده يا محمد. لا هات الفلير بس كده. فوق 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 لا لا مش موجود فلوس. دي الليجنز هي اللي موجوده في شايفين. انا اول صوره جبتها ايه يا شباب؟ جبت صوره الفلير. ماشي، ولو انت عايز تعرف صوره الفلير من الصور الثانيه بتلاقي سي اس اف اسود. ماشي، وبتلاقي احنا عارفين قلنا من شويه الجري ماتر والوايت ماتر في التي 2، يعني صوره الفلير دي كانها تي 2. ماشي، واحنا طفينا اللي جاي من الفلويد. فانت عندك في التي 2 بتعكس الجري ماتر بيضه والوايت ماتر سودا. ماشي يا شباب، يبقى هي دي صورة الفلير. صورة الفلير اهو، حطي لي صورة التي 1 جنبها كده يا محمد. اهي اللي تحت دي، اللي تحت دي اهي، افتح لي دي جنبها. ادي الفلير اهي. لا اهي، حط لي دي تي 1 ولا تي 2؟ التي 1 اهي اهي. ماشي يا شباب، ادي التي 1 وادي الفلير. خلاص، هما الاثنين السي اس اف اسود بتاعه. ماشي، بس التي 1 الجري جري، جري ماتر جري، والوايت ماتر وايت. ماشي، هنا في الفلير لا العكس، الجري ماتر وايت والوايت ماتر جري او سودا. خلاص، وده سي اس اف اسود وده سي اس اف اسود. شوف انت التي اي والتي ار، هنا 104 وهنا مش عارف 9000 ومش عارف ايه، وهنا الحاجات شورت تي اي وشورت تي ار. ده اللي احنا التي 1، وده اللونج تي اي ولونج تي ار. ماشي، شوف انت فرق الصورة دي من دي عاملة ازاي. خلاص، فرق كبير جدا. يعني انت هنا ممكن الليجنز اللي انت بتشوفها في التي 1 ما تاخدش بالك منها. خلاص، حتت فصاي كده وبتاع، ويعني لو سيجنال حاجات خايبة خالص كده. لكن قارن هنا انت في الفلير، دي الليجنز واضحه جدا.
هندور في ايه بقى يا شباب؟ اول حاجه اشهر حاجه البيري فنتريكولار ليجن، دي على الاقل هتلاقيها فيها الليجن. شايف الليجنز عامله ازاي؟ جايه بيربنديكولار على الفنتريكولار وول، مالتيبل ارياز اوف هاي سيجنال، خلاص بيربنديكولار، ده اللي احنا بنسميها داوسون فينجرز او خلاص. دي من الحاجات الكاركترستيك، او انت لما تشوفها لازم توصفها كده وانت في الريبورت بتاعك، ماشي. ادي اول ايه، ادي اول حاجه خلاص. طيب ندور فين تاني؟ ندور في السب كورتيكال، خلاص الجاكستا كورتيكال اهو. انا عندي هنا فوكس اهو ابيض اهو، وعندي دي برضو واحده اهي خلاص. انا لو عملت، لو كبرت ماشي، يعني احنا لو عملنا ماجنيفيكيشن عشان نشوف الجاكستا كورتيكال ليجنز خلاص، تعمل ماجنيفيكيشنز ليهم هتلاقي فيه كذا واحده برضو، ماشي اهو. دي ممكن تبقى واحده خلاص، دي برضو واحده اهي. ما تقولش ساب كورتيكال، لان ساب كورتيكال ادي الكورتكس اهو، ومن الساب كورتيكال من هنا لغايه هنا خلاص، كل ده بنقول عليه ساب كورتيكال. السمول فيسل ديزيز تجيب حتت هنا خلاص، بنسميها ساب كورتيكال، اوكي. طيب يبقى انا عندي برضو هنا جاكستا كورتيكال ليجنز اهو، شايف اهو، وهنا برضو ممكن ده، اوكي. ادي اتنين اهم يا شباب، ادي مكانين. بندور على ايه تاني؟ بندور فين تاني؟ بندور في البرين ستيم خلاص، شايف ده او فوكس تاني اهو موجود في الليفت سايد بتاع الايه بتاع دي ايه دي الميد برين خلاص. ادي فوكس اهو، ادي واحد تاني اهو ماشي اهو، خلاص احنا خلصنا كده. طب في السيريبيلم في بتاع فصايا ماشي اهو خلاص. يبقى انت لازم، طب انت هتعمل الحكايه دي امتى؟ لما هو يجي يكتب لك علامه استفهام كده ويقول لك ده ام اس ولا لا خلاص. فانت هتدور بالايه، بالاماكن اللي احنا بنقول عليها دي. ناقص ايه يا شباب؟ ناقص الكورد، اوعى تنسى خلاص. هات صوره ساجيتال كده يا محمد او في فلير ساجيتال او دي الساجيتال الوحيدة الموجودة، دي ساجيتال تي وان اهو يا شباب خلاص. يعني احنا شايفين فيها بتاع فوكس. طيب هات فوكس خايب كده اهو، مش ده، ما احناش متأكدين منه. ده الفليرة اهو يا شباب، شايفين الليجنز عامله ازاي؟ البريفنتريكولار ليجنز عامله ازاي اهو، شايفين الجاكستا كورتيكال ليجنز، شايفين اللي موجوده في البرين ستيم اهو، عادي في البونز كمان اهو ماشي. لازم تشوف كله على بعضه كده اهو، فوكس تاني اهو. كل ده احنا ما حقناش صبغه، ادي برضه اهو موجودين اهو، وادي واحد اهو في الميد برين ماشي. وفي حاجة في الكوربس كالوزم ولا لا؟ ندور، هذا الكوربس كالوزم اهو. ما هم دول التيبكال لوكيشنز يا شباب اللي احنا بندور فيهم خلاص. الكوربس كالوزم اهو اهو، في فصاية اهو ماشي. تيجي تدور في الكورد، يعني انت اللوكيشنز التيبكال ديستريبيوشن بتاع الـ بتاع الام اس موجودة كلها تقريبا خلاص. ده بالنسبة للايه طيب وريني التي 2 كده يا محمد. انت هنا مفيش داعي ان انت تحقن صبغة، انت مشخص اهو، ده التي 2 اهو يا شباب خلاص. شايفين الـ هنا ما انتش قادر تديلاينيت قوي الحاجات البرايت دي من الفنتريكل اللي فيه سي اس اف ابيض، لكن مرسومه كويس في الفلير. شايف عامله ازاي الحاجات اللي هي الباتشز اهي، موجوده خلاص، بس مش الويل ديفينيشن بتاعتها، يعني انت احنا شايفينهم واضحين عشان هم كتار وحجمهم كبير،
لكن لو في حاجات صغيره، يعني لو ده عيان بتاع ام اس وانت بتعمل له فولو اب وحصل ريجريشن للحاجات دي واختفت او حجمها قل قوي ولقيت بتاع حاجات بسيطه كده ممكن ولازقه في الفنتريكولار وول، ممكن ما تاخدش بالك منها قوي خلاص، لكن ناخد بالنا منها بالفلير اللي هو بيعمل دي لاينيشن. شايف هنا في ار كام خلاص، وشايف التي اي كام اهو خلاص، برضو نفس الايه. طيب وريني الحاله الثانيه كده يا محمد. افتح اللي بعدها دي برضو. دي هنا بقى واحنا بنكتب الريبورت يا شباب ما نقولش كذا او كذا، ما فيش الكلام ده خلاص. دي الحاجات دي بتشخص ام اس بس. هات الفلير كده. ماشي يا شباب اهو، ده برضو يعني ده الفلير اهو. بس شايفين الصورة بتاع الفلير مش 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 حلوة قوي، يعني ده بتلاقي فني مقلل الوقت بتاع الفلير اللي على الجهاز عشان يخلص من الحالة. ماشي، يقلل التايم بالسكاننج تايم بتاع الحالة، فتلاقي في معظم السيكونسز ما تطلعش كلير كده، ما تاخدش وقتها فتطلع لك الصور بالشكل ده. لكن انا عندي هنا في بيري فنتريكولار ليجنز اهم، وعندي ليجنز هنا برضو جاكستا كورتيكال اهم. ماشي، لو انت كبرت هتشوفهم، يعني يعتبروا برضو جايين بيربنديكولار، مش لازم كلهم يبقوا بيربنديكولار يا شباب خلاص. يعني نيجي ندور في الكوربس كالوزم، تشوفوا احسن في الساجيتال، ونيجي نشوف في البرين ستيم في حاجه ولا لا. مفيش حاجه، ونشوف برضو في الساجيتال، نشوف ادي صوره التي 2 ده. طبعا شايف انت البرين، يعني ده هتلاقي واحد 30، طبعا هي كومن في الفيميلز ويعني، لكن ده واحد مش كبير يعني. وريني السجتر كده ده الساجيتال اهو يا شباب، مهم عشان نشوف الكوربس كالوزم اهو. ده الكوربس كالوزم من الابيض ده اهو، ده الكوربس كالوزم اهو، شكله ما فيش فيه حاجة. لا، في واحدة جاية عليها اهي خلاص. لما يبقى انت عندك كلينيكال سسبيشن خلاص تشك في كل ليجن موجود. ماشي، يعني ما حد يقول لك ده ام اس ولا لا، كل ليجن موجود تعتبره ان هو هنا. ادي الكور ده اهو. مش باين فيه حاجه. الحته بتاع البرين ستيم ممكن يبقى ده دي بتاع اخوك الصغير. ماشي يا شباب، ده طبعا هيبقى جاي بيقول ان هو الدكتور بتاعه شاكك ان في كذا خلاص. ورينا الحالة اللي بعدها دي.
هات التيتوكا. هات الفلير كده. فين هنا يا شباب؟ يعني الحاجة الموجودة هنا في بيري فنتريكلر اهي، حاجات اللي هي اوف هاي سيجنال بيري فنتريكلر اهي. دي اليوكو انكفالوباثي. ده الديستريبيوشن بتاعها ايه كده يا شباب، يعني الديستريبيوشن اللي انتوا شايفينه بتاع الوايت ماتر ليجنز دي ايه؟ يعني دي فرانتال ولا برايت اوكسيبيتال ولا دي في البرين ستيم ولا دي في انهي حته دي؟ نعم. دي فين يا شباب؟ يعني ده أول خطوة إحنا بنقول عليها، أول خطوة هو الوايت ماتر فيه حاجة ولا مفيش فيه حاجة؟ آدي التي، آدي الفلير وآدي التي 2 ماشي أهو. عندي حاجات اوف هاي سيجنال موجوده في الوايت ماتر اهو ماشي زي ما انت شايف كده، ودي بيري فنتريكلر يبقى ايه اللي هو البيري فنتريكلر الاساسي اللي احنا قلناه يا شباب؟ من ضمن الليستة اللي احنا قلناها انتوا نمتوا ولا ايه؟ اشهر بيري فنتريكلر قلناه ايه يا شباب؟ ها؟ طيب ده ليوكو انكفالوباسي، ميتا كروماتيك ليوكو انكفالوباسي، ده اشهر واحد احنا قلناه، ما بيبقى ليه بيري فنتريكلر لوكيشن كده ماشي. مفيش حاجة تانية في بقية الوايت ماتر برضو. وريني الكورد كده، وريني حاجة ساجيتال كده. بس الكورونا اللي تحت ده كده حد عنده اي سؤال يا شباب؟ الموضوع انا عارف ان هو دسم حبتين، بس احنا يعني على الاقل الخطوط العريضه اللي احنا قلنا عليها دي اللي احنا عايزينكم تبقوا انتوا عارفينها بس ماشي. حاولوا ان انتوا تقروه، وهو يعني يعني قبل ما ننساه بس، يعني عشان الكلام بتاعه صعب شويه ماشي. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ يلا جود لك، شوفكم. دكتور احمد تركي شرح لكم النهارده مشكله.